شو أطيب أكل عندي؟ السمك. كم مرة سمعت نصايح عاطفية من حدا؟ كل يوم بالتنكي بينصحوني بمية نصيحة بالتنكي. أكتر شي بتحب تعمله الصبح؟ ما أحكي لمدة ساعة. شو كنت تحب تلبس بأول طلعتك؟ أنا بالبحر بحب ألبس مايو بس. أنواع أفلام بتحبها؟ أفلام الإيطالية، أفلام الإنسانية. هم لازقين بعضهم يعني 40 ثانية ما رح يكفوا. جورج معروف إنه شو بدك فيه، منيح ولا عاطي؟ معروف إنه بحب شغلي كتير، مسرح أو تلفزيون. أكيد المسرح لأنه في تفاعل مباشر مع الجمهور، بس كمان بحب التلفزيون لأنه له خصوصيته وما بنسى فضله علي، لأنه هو اللي خلى الناس تروح تشوف المسرح. مين كنت فوق المدرسة، أنت أو لورا؟ أضرب من بعضنا اثنيناتنا. أكتر مادة كنت أحبها بالمدرسة كنت أحب الريكرياسيون، على الساعة 10 وعلى الساعة 12 الفرصة، أو أكتر حصص كنت أحبهم. لا بحب كنت أحب الأدب. بأي موضوع بتحب تعطي نصايح؟ ما بحب أعطي نصايح أبدا، لأن ما بحب حدا يعطيني نصايح. شو كانت أطيب ساندويش بالمدرسة؟ اللبنة والزعتر هو أكتر شيء مشهورين، والمالينك مع الكبيس، وكان يطروا وتعمل هيك ساندويش ناكلها هيك اللبنة إذا بتتذكر ملفوفين. شخصية يوسف تشبه شخصية جورج خباز، فيها كتير مني شخصية أكيد، بس لا وضعها جدا خاص يعني، مش كلها يعني، في أواصف مشتركة وفي قصص. لا هو يهود.